خيبة أمل جديدة غير متوقعة تهز بيت أبناء العقيبة على يد أفريكانز يونغ التنزاني. الشباب البلوزدادي ودع منافسة رابطة أبطال إفريقيا بطريقة مهينة عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام فريق يونغ أفريكانز التنزاني في دوري المجموعات. كرة القدم فيها نتائج، فيها خسارة ربح وفوز، وعندما نتحدث على الخسارة نسبة التعرض للخسارة والفوز مفتوحة على مصراعية، من هدف مقابل صفر إلى سباعيات وثمانيات وما إلى ذلك. اليوم الفريق انهزم برباعية. بالنسبة لتحمل تبعات هذه النتيجة المخيبة بين قوسين، يعلم أيضا الجمهور الرياضي بأن استهلاك كرة القدم لا يتوقف على الفوز ثم الفوز ثم الفوز. هذا ما نعانيه اليوم مع الفريق الوطني والفرق الجزائرية، لكن عندما نذهب إلى الميدان علينا أن نحلل تقنيا وليس عاطفيا. عندما نتحدث على مسؤولية وكأن فريق شباب بلوزداد وصل إلى المحطة النهائية وعليه أن ينزل من القطار الإفريقي، هذا ليس صحيح. سيناريو انهيار ممثل الجزائر الوحيد في قارة إفريقيا برباعية دون مقابل جعلت أنصار شباب بلوزداد في قمة الغضب بعدما كانوا يمنون النفس بتعليق النجمة القارية على القميص لهذا الموسم. شباب بلوزداد فريق يؤدي كرة القدم، يفوز في بعض الأحيان، ينهزم، يفوز بنتائج ثقيلة وينهزم بنفس المعطى. لذلك هذه الرباعية يجب أن نحللها بصورة هادئة ولا نذهب للبحث عن الشماعات إلى من نعلق هذه الهزيمة. لا ربحي ولا باكيطة في رأيي الخاص يتحمل هذه الخسارة. هناك أمور يجب أن تضبط قبل التوجه والالتفات إلى البعد الإفريقي. لأن أنا لا أستطيع التعليق على ردة فعل هؤلاء الجماهير لأن لديهم الحق في أن يعبروا عن غضبهم في إطار قانوني ورياضي لا أكثر. التساؤلات كثيرة والإجابات غير مقنعة، فمن سيتحمل مسؤولية هذا الفشل ومن سيدفع هذا الثمن؟ إدارة الرئيس ربحي أم المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا أو اللاعبين الذين يتلقون أجورا خيالية؟